اعلنت كتائب القسام انها اسقطت 25 جنديا اسرائيليا بين قتيل وجريح ودمرت اليات ومركبات للجيش الاسرائيلي خلال الاشتباكات العنيفه كتاب القسام قالت ايضا ان مقاتليها اجهزوا على عشر جنديا اسرائيليا من مسافه صفر في منطقه منطقه الجوازات غربيه مدينه غزه وفي محور غزه ايضا اكدت الكتائب انها دمرت ناقله جند اسرائيليه واستهدفت ثلاثه دبابات من نوع ميركافا سياسيا قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن يطالب بهدنة في غزة قد يعرض للخطر مفاوضات حساسة تستهدف التوسط لوقف القتال في غزة يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط يوم غد هي الخامسة له منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر وتشمل جولة بلينكين السعودية مصر قطر إسرائيل والضفة الغربية يتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى الشرق الأوسط لإحياء العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين لما بعد حرب غزة وقالت الخارجية الفرنسية إن جدول الزيارات سيتضمن مناقشات مع نظرائه الإقليميين وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين لمعرفة كيفية العودة إلى تصور سياسي في المنطقة